شاء الله مستمرين بحملتكم ويل حملة الألف دينار دعمكم ويل إن شاء الله باشرة نفس الوقت الساعة بالخمسة شباب ساحة الحبوبي جاكم إن شاء الله إحنا ويكم ويل وفوته وإن شاء الله ما نرتاح إلا نجمعنا خالتي مؤيد أم الشهيد مؤيد شهيد تظاهرات بابل هذا راتب مؤيد 1,000,000 دينار تبرعته الكميل المصاب اللي بساحة الصدرين من قبل العصابات الإجرامية وإن شاء الله يعني نشتغل على التبرعات ومؤيد اليوم بادرت إنه تكون راتب مؤيد تتبرع به الكميل خالة شتوجهين كلام المؤيد الكميل الله يوفقك مؤيد وغير مؤيد ولا كلهم يرحون في دول الشعب الله يوفقك وحتى كميل صحته وعافيته من صحة أولاده الله يوفقك خالة انت مثال للانسانيه يروحوا لك فدوى السياسيين اللي نايمين بالقصور بس وينهم من رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامج صوتكم للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي ظهر أسفل الشاشة فتقدرون بأي دقيقة من دقائق البرنامج تدقون علينا ونسمع رأيكم حول الموضوع اللي نطرحه من خارج العراق عندكم ذني الأرقام الاثنين تقدرون تتصلون بنا أيضا فعندكم 4 أرقام للاتصال ذني الاثنين من خارج العراق واثنين من داخل العراق أما هذا الرقم اللي تشوفوه أسفل الشاشة هذا رقم الواتساب غير مخصص للاتصال ما أقدر أستقبل به مكالمة أو فيديو أو أي رسالة صوتية فقط الرسائل المكتوبة فأتمنى أنه اللي ما يقدر يحصلنا على أرقامنا الثانية يدز لي رسالة على هذا الرقم أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم الفيديو اللي شفتوه هو مو موضوع حلقتي الفيديو هو هذا ديدن الشعب العراقي للوقوف مع أحد أبناء الشعب العراقي كميل قاسم اللي انصاب بالتظاهرات هو واحد من أبناء الشعب العراقي واللي دي سووه ويا الأهالي هذا جزء من اللي سووه الأهالي ويا أبناء الشعب العراقي لأنه طلع عمار الحكيم وتبرع له بفلوس العلاج كميل رفض الشعب انتفض وقال إحنا اللي ملنا المبلغ هذا مو موضوعي بمناسبة مطالبة مقتدى الصدر بتشكيل لجنة للبحث عن موسى الصدر وهو زعيم سياسي لبناني مؤسس حركة أمل اللبنانية ومولود بإيران يعني موسى الصدر مو عراقي أكو هواية من العراقيين يتسألون وأيضا وصل البرنامج صوتكم العديد من الرسائل يتساءل بها المواطنين لماذا لا يطالب مقتدى وأمثال من السياسيين القابضين على الحكم بتشكيل لجان للتحقيق بمصير 1.5 مليون إنسان عراقي من المغيبين في العراق منذ أن جلبهم الاحتلال السياسيين لحكم العراق أليس من الواجب الكشف عن مصير المغيبين العراقيين الأبرياء قبل غيرهم واحد من العراقيين أرسل سؤال بهذا المعنى وأجاب هو على سؤال بنفسه قال طبعا لا يحققون ولا يهتمون لأن الأحزاب الحاكمة وميليشياتها هي المسؤولة عن تغيب هؤلاء الناس لكننا مع ذلك نخصص هاي الحلقة لكم أحبة المشاهدين الكرام استجابة لمطالبكم لنستمع لكم ولآرائكم عن سبب صمت السياسيين عن جريمة تغيب هذا العدد الكبير من العراقيين وأيضا أريد نسأل من المسؤول عن تغيب أكثر من 1.5 مليون إنسان عراقي نستقبل أول اتصال ويانا سعد من الكويت حياك الله يا سعد حياك الله والدوم النشم تحية لك وللبرنامج وللقناة حياك أستاذي بالنسبة للمرشحين الجدد نعم. رايح بإذن الله يبنون العراق ويعمرون العراق المستقبل الزاهر يا أستاذي أخ سعد أخ سعد بس لحظة سؤال 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 أخ سعد شلون راح يبنون نعم. العراق وهم نفسهم من نفس الأحزاب اللي صار لهم يحكمون 18 سنة يعني إذا تباوع على المرشحين هو نور المالكي والجعفري وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وأتباع اللي كانوا وزراء بالحكومة السابقة والقبلها والقبلها هم نفسهم فأنت شلون بنيت أنه هذول اللي راح يرشحون الجدد راح يبنون العراق أستاذ كلامك سليم 100% عدل ولكن فيه يا أستاذي من الشعب
الذي رايح يدافع عن حرية العراق وحرية مستقبل العراق وبناء العراق، وكذلك أيضا الاهتمام، أقصد الوجوه الجديدة، هذا هو قصدي. يعني مثلا الطبقة الفقيرة اللي زي حالاتنا إذا كثروا مثلا بالترشيح والبرلمان رايح يبنون العراق لأنهم يحسون بالوطنية العراقية. وكذلك أنا لا أقصد القدامى يا أستاذ، أنت كلامك 100%، أنا أتكلم عن وجوه جديدة على المجتمع، وجوه يعني وفية صادقة، يعني بالنسبة للمجتمع وكذلك الجمهور يا أستاذي، يطالبون بالبطاقة التموينية وكذلك تلوث المياه، وكذلك يا أستاذي من حرق أيضا البساتين والمحاصيل الزراعية يا أستاذي، ويعالجون مكافحة المخدرات والمسكرات والاهتمام أكثر وأكثر، وكذلك أستاذي المياه الملوثة، وكذلك يا أستاذي بالنسبة للطبقة أيضا الفقر والجوع يا أستاذي. أنا أقصد هؤلاء الوجوه الجديدة على المجتمع، ما أقصد الناس القدامى. تحياتي لك في البرنامج، شكرا لك أخ سعد، شكرا جزيلا لك. بعيدا عن موضوع الحلقة اللي هو تخصيص مقتدى الصدر رسالة أو مطلب أنه يكشف فيه عن تغييب موسى الصدر، وهو شخص غير عراقي مولود في قم بإيران وسياسي لبناني ومؤسس حركة سياسية في لبنان، إذن المفروض أكو أحد يدافع عنه أو يسأل عنه، لكن ليش مقتدى الصدر سأل عن هذا الشخص وما يسأل عن مليون ونص مليون إنسان مغيب بالعراق، أهاليتهم ما يعرفون هم وين، وما يعرفون عايشين لو ميتين، ما يعرفون هذول الأهالي ولدهم وين موجودين، وأكو هواية اتصالات وردت البرنامج صوتكم اللي يشوف شخص يشتبه أنه هذا ابنه في أحد السجون العراقية وما يعرف به هذا ابنه لو لا، ليش ما وجه مقتدى الصدر أو السياسيين بالبحث وراء ذولة، بس قام يدور وراء شخص مو عراقي. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله وشكرا على هذا الموضوع. بخصوص قول السيد مقتدى الصدر ومطالبته بالبحث عن موسى الصدر اللبناني المولودي في إيران، حقيقة الرد على هذا الكلام يحتاج إلى كلام طويل لأنه كلام يصدع القلب، لكن سأختصر الجواب بحادثة حدثت في أستراليا لكي تعرف المقارنة بين قيمة البشر في العراق وقيمة البشر عند تلك الدولة. في أستراليا كان هناك إحدى المطارات وفيه كلبة بوليسية تعمل على تفتيش المخدرات في المطار، وعندما بلغت 10 سنوات قد هرمت، فأقدوا تبديلها بكلبة شابة أخرى، فاقترحت إدارة المطار أنها عندما تبدل هذه الكلبة البوليسية أن تصرف لها راتبا تقاعديا تقديرا لجهودها في هذا المطار وخدمتها لمدة 10 سنوات. أخي الكريم، باختصار هذه الدولة عندما تعاملت مع هذه الكلبة بهذه الإنسانية، تعاملها مع هذه الكلبة بإنسانية أفضل من تعامل الحكومة العراقية مع الشعب العراقي، وللأسف هذه حقيقة مرة. الحقيقة المرة أن الشعب لا قيمة له عند هذه الحكومة، وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية. طبعا حسب حقوقيين وباحثين بالمجال الإنساني يعتقدون أنه ملف المختطفين أو المخفيين قسرا بالعراق هو مو مجرد ملف حقوقي أو قضائي أو أمني وبس، لا، ملف المغيبين بالعراق حسب الحقوقيين والباحثين هو ملف سياسي بامتياز تقف وراء استمرار قوى ضاغطة على السلطة بهدف حماية شخصيات وفصائل مسلحة وعدم إخضاعها للمحاسبة والعقاب. طبعا ليش؟ لأنه هاي الفصائل المسلحة وهاي الشخصيات هي جزء من العملية السياسية اللي موجودة اليوم بالعراق. الصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للمخفيين قسرا
أو اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري اللي صادف 30/8، صدر تقارير حول الأرقام اللي موجودة بالعراق، يقول العراق يوجد في أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين بالعالم. مرتضى ويانا، حياك الله يا مرتضى. أهلاً وسهلاً بأخوي. وبيك يا غالي، تفضل يا أخوي. والله هذيك اليوم على مود المظاهرات مال الميسان مال المحتفمين، نعم، ليش ما طلعتوها؟ ليش ما طلعتوها؟ شفت شو سووا بالعالم لو لا؟ موجودة بنشرات الأخبار مالتنا أخوي. لا، مقاطع مقاطع يعني، حتى يعني واحد من المتظاهرين من المهندسين يعني تكرم حتى الباسة نزعه، وهاي المقاطع يعني يعني تات المو هاي. نعم. اي يعني ماكو احترام يعني كلش يعني الحكومة العمارة ما بيها احترام للمواطن ابدا، يعني ما يحترقون هذا مواطن او شسمه، يعني مهندس تعب على روحه يجي الشرطي، يعني يجي الشرطي بشرفك يعني هنا قدام الناس. نعم. يعني هاي ترى هاي مو وضعية والله العظيم، وكلهم ايرانية. نعم. بعد بس أرجو يعني أكو مقاطع أقدر شلون أقدر أوصلها لكم المقاطع يعني. دا تتابع شاشة الرافدين أخويا؟ إي نعم تابع. كم شخص تتابع؟ دا تشوف الأرقام مال مشاركة البرنامج هاي بالشريط الأسود؟ إيه. أكو جوها شريط أبيض يمشي، دا تشوفه؟ إيه. تابع هذا الشريط، بنهاية الأخبار راح يطلع رقم اسمه نافذة أنت ترى، سجل الرقم يمك ودزلنا الفيديوهات اللي عندك وإن شاء الله تظهر كلها على الشاشة. اي والله بعد اخوك رحمه الله على والديك. والديك الرحمه اخوي. مشكور حبيبي. حبيبي شكرا، شكرا لك يا مرتضى من ميسان، وتحيه لك والى اهالي ميسان. انتهاكات اللي تصير بميسان مو بس هي بميسان، كل محافظات العراق، ذقار، البصره، النجف، كربلاء، كلها بها انتهاكات، وكل العراق اليوم دا ينتهك من قبل بعض الاشخاص. وقضيه اليوم اللي أثرناها المغيبين أو المخفيين قسرا هي جزء من هاي القضايا، لأن هذا هم من انتهاك بحق أبناء الشعب العراقي. اللي أثار هاي القضية هو تصريح أو مطالبة من زعيم تيار سياسي بالعراق يعتبر نفسه أنه هو السياسي الأول بالعراق، اللي يعتبر نفسه أنه هو ماكو حكومة وماكو شيء صار بالعراق إلا بموافقته، فيطالب بالكشف أو بوجود لجنة تحقيقية للكشف عن تغييب شخص مو عراقي، بينما أكو 1.5 مليون إنسان بالعراق أخفوا قسريا وأهاليتهم ما يندلهم وين، وما فكر بيهم ولا فكر بأبناء الشعب العراقي. إذا تردون نقرأ الأرقام مع صليب الأحمر، الصليب الأحمر إيش قال؟ يقول العدد من 2016 لل 2020 الرسمي، يقول أكو عدة تقارير قدرته ما بين 250,000 إلى 1,000,000، هذا الرسمي، هذول المسجلين. أكو ناس ما مسجلين، وهواية من الناس اللي اتصلوا ببرنامج صوتكم يقول أني ابني صار له 10 و11 و12 سنة، وبحلقة البارحة امرأة اتصلت قالت أني عندي ولد صار له 16 سنة ما أدري بيه وين، وهواية من اللي اتصلوا يدورون ولدهم وين، اللي اختطفوهم بسيطرة الرزازة بمحافظة الأنبار ما حد يندلهم وين وما حد يعرف بيهم وين. فإحنا على هذا الموضوع دا نحكي أخويا مرتضى. الأرقام بهذا الصدد شو تقول؟ بمدينة الموصل ببحدها بال2014 أو من أم 2014 أكو 8000 شخص مخفى، مخفى يعني ما يندلوا ما مسجل. بلغ عدد المغيبين بقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين أكثر من 15، هذا تقرير الصليب الأحمر. الأنبار أكثر من 3000، ديالة أكثر من 2000، هذا حسب التقرير الموجود عندي. يقول أيضا العمليات الإجرامية ما وقفت لما صارت تظاهرات تشرين وصارت ثورة تشرين، فمع انطلاق التظاهرات ببغداد ومحافظات الجنوب حدثت عمليات تغييب لناشطين، حيث وثق المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من 75 حالة إخفاء قسري لناشطين مدنيين ومدنيين من ساحات التظاهر. فإحنا اليوم لما يجيني سياسي ويفكر بمصير شخص مو عراقي، بينما أنت عندك فوق 1.5 مليون
ما حد يندلهم. احنا وانت كمواطن شنو رايك بهذا الموضوع؟ وليش السياسيين سكتوا عن قضيه الاخفاء القسري لابناء الشعب العراقي؟ ومنو المسؤول عن هاي العمليه كلها؟ منو اللي دا يخفي الناس؟ منو اللي دا يعتقل الناس ودا ياخذهم بألبسة مجهوله او سيارات ما بها ارقام؟ اكو ناس اتصلوا بالبرنامج وقالوا دخلوا للبيت ناس لابسين عسكري، ناس تقول لابسين لبس مدني، ناس تقول لابسين اسود، سيارات حكوميه بس ما بها ارقام. نسال منو اللي اعتقل ابونا او اخونا او ابننا؟ ما حد يجاوبنا وما نعرف بي وين، ندق حاسبه ما يطلع الاسم موجود. هاي المشاكل موجوده وهوايه من اللي اتصلوا بالبرنامج بينوا هذا الشيء. اذا ليش هذا السكوت عن قضيه الاخفاء القسري؟ 1.5 مليون واحد بيهم 15 نائب، هذا الرقم. ابو ياسين من ديالى، حياك الله ابو ياسين. حياك الله الذهب الغالي، حياك المحترمين. حياك الله اخويا. اخي هو فصحون العمامه فصحون السياسه سموه على راسنا زعيم، هو يسال على شخص مو عراقي، هو من نسبه عراقيته هو اصلا. تتحدث عن 1.5 مليون مغيب بال 2003 بعد 9/4/94، هو من بلش فينا هذا القده وقوات بدر قامت تذبح بالعالم، هو له حصه كبيره في هذا القتل والتغيير. هاي سجون سريه عندهم من ضمنهم ترى السلام عنده سجون سريه وشامين عراقيين. بس نحسب على مع الاسف يسموه السياسيين السنه ذول الارانب يقدرون يواجهون ذول القتله يقولون عم وين مغيبيننا؟ وين هاي الناس اللي دمرتوها ذبحتوها قتلتوها دفنتوها احياء في المناطق الغربيه؟ هسه مجعجعين بهاي الدعايه الانتخابيه وناشرين صورهم ومرشحين مع الاسف مرشحين قتلت ناس واحدهم ويا بدر ويا الفتح ويا العامري ومن ضمن هذا خميس هذا العفو شيخ خميس ما يسمى شيخ خميس الخنجر ما يقدر على انفسهم معاوضات بكاملها انبادت نساوين دعت بالعربه الاطفال راحت تيتمت شباب حلوه دفنت احياء هو ذا يركض على المنصب وعلى الفلوس هم ذو سياسيين السنه يعتب على مقتدى لا يعتب على ذول يمثل المناطق السنيه مغيبينهم وينهم؟ مناطقهم وراحت المردد ناس ما ترجع لدياره ولاهلها ولا جيعانها وكلها عمل عليها الحشد وعلى اساس يوزعونها شهداء الحشد عينك عينك هاي ناس املاكها كلها راحت وظالين هم يرشحون عادل العامر وغير عادل العامر ويلخز عليه ما يستحون ما عندهم شرف ما عندهم غيره ولا عندهم كرامه ولا عندهم ولا دينهم مذهبهم والناسهم والوطنهم هذا مقتدى ما محسوب هذا شنو المطعون على السامع الا ناس يقدونه سجد مثله شنو هو ساجد مثله هم اللي يرشحون عن انفسهم ما قالوا شنو قدم مقتدى للعراق قبل فتره حضرتك انت الغالي يا اخي قلت له هذا ابو احمد بن سميده قلت له عندنا مقتدى نمله يقول لك لا مقتدى العراق والعراق مقتدى فانت من قلت له نمله لا النمله كنت مع الحلف هذا صنصر مع النفايات مقتدى وامثال مقتدى لو عندهم شرف وعندهم غيره اليوم 20 سنه الشعب العراقي يقتل الشعب العراق مستباح الايران وغير الايران وشنو المقتدى قدمه؟ 6 وزارات و54 برلماني مدراء عامين ومجعج كله كذب وخدع ويصيح بالساعة انت من لك الساعة وانت فاسد انت ليش الفاسدين خلي ننسى 2011 هو من انشط مظاهراتنا في الحصبة 100 يوم من 2011 نوم صار 10 سنوات هو احد القتلة هو احد من غير الناس الفقراء الناس اللي داعت بالعربان هو يتحمل نتائجها هاي البلاط الارام اللي هو يتحمل نتائجها الاطفال يتحمل نتائجها وشكو واحد بالعراق جوعان وعطشان وما عنده مي وما عنده كهرباء يتحملها مقتدى وامثال مقتدى والعبء الكبير يتحمل البرجحيه الفاسده بالوقت اللي قالوا ماكو ولي الا على القائد الجعفري هذا القائد الجعفري طلع تنسل احد السامع كلهم فاسدين انا ما برد سياسه السنه لا لكن أبل اصحاب القرار الخط الاول هو بيد الشيعه مع الاسف وهاي الشيعه تضحك على المرجعيه تضحك على العالم المرجعيه ما تشوف هاي الناس الجوعانه المرجعيه ما تشوف الناس العايشه بالزباين المرجعيه ما تشوف الناس الجده بالشوارع المرجعيه ما تشوف المخدرات
المرجعية ما تشوف القتل، المرجعية ما تشوف السلب والنهب، المرجعية ما شافت هاي الشباب الحلوه قدت ارتعت دراء الطالب والوطن. أبو ياسين شكرا جزيلا لك. حقوقين بنفس التقرير قالوا أنه الضغط القانوني والإعلامي هو جزء من الضغط الجماهيري، لكن نحتاج إلى رجال ينطقون بالحقيقة والجميع يعلم بقصة المغيبين مهما اختلفت مدنهم وعشائرهم، ولكن نطمح إلى تنفيذ حملة موسعة من قبل نواب البرلمان الذين تقع عليهم مسؤولية وطنية في تقصي الحقائق والكشف عن هذا الملف الذي تعاني منه جميع المحافظات العراقية، مضيفا أن المغيبين هم بحكم القانون مختطفون، وهذا يعني أنها جريمة يعاقب عليها القانون، ونحتاج فقط كشف الأدلة التي تثبت هذه القضية لأنها اليوم تمس مجتمعا بأكمله. بالنسبة إلى القانون الدولي حول قضية المخفيين والمغيبين قسرا، يقول القانون الدولي عرف الاختفاء القسري كما يلي: توقيف شخص ما على يد مسؤولين بالدولة أو وكلاء للدولة أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن من قبل السلطات، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته، ويستتبع هذا الحظر واجب التحقيق في قضايا الإخفاء القسري المزعومة ومحاسبة المسؤولين. هذا تعريف القانون الدولي. إذا تجون هسه بالعراق ونشوف القانون الدولي شلون عرف الإخفاء القسري، ونشوف اتصالات الأخوان المتصلين أو أخواتنا المتصلات حول عندهم أشخاص ما يندلوهم وين. مثلا إذا أخذنا الاتصال البارحة ببرنامج صوتكم، امرأة قالت أنا عندي ولد صار له 16 سنة جوي أخذوه من كليته وما أندله وين ولا أعرف بي وين، دقيت اسمه بأكثر من مكان، دقيت اسمه بحاسبة ما حد قال لي ابنك وين. إذن حسب القانون الدولي هذا إخفاء. بالنسبة إلى الأهالي في سيطرة الرزازة أو ذوي المختطفين في سيطرة الرزازة، قالوا إحنا نعرف الجهة اللي أخذت بس الجهة نكرت، ونروح ندق أسماءهم بالحاسبة ما نلقاهم. أكو هواية من الاتصالات تتصل بالبرنامج، أكو هواية من الناس تقدم شكاوي، أكو هواية من الناس تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تقول إنه إحنا ولدنا ما نندلهم وين. أكو جزء يندلون ولدهم وين. بارحة اتصلوا وقالوا اللي قال آني ابني بالتاجي واللي قال آني ابني بسجن الحوت، هذا يندل ابنه وين؟ أوكي مدى يشوف ابنه، مدى يشوف وضعه، مدى يقدر يوصل له، حكى معاناته، وأيضا اتصلوا معتقلين من سجن التاجي وحكوا معاناتهم من داخل السجن، لكن دا نحكي اليوم عن ناس ما يندلون ولدهم وين. يعني عنده ابن رباه وكبره وتعب عليه وفجأة يختفي هذا الولد. ليش يختفي هذا الولد؟ أكو هواية يقولون استفسار، مثلا ياخذون ابنهم على قضيه استفسار ونرجع لكم اياه بعد الشم ساعه وما يرجع. قاسم من كركوك حياك الله يا قاسم. اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا اخوي العزيز. الله يسلمك ويسلمك قاسم. نصي لي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون اخوي. ايه عيني تفضل. اول السيد الصدر من يطالب بواحد إيراني، نعم، معناها شنو؟ معناها هو إيراني، يعني هو مو عراقي، وهو أول من قتل العراقيين من أجل الاحتلال الأمريكي، هو اللي أسس الطائفية في وقته. تمام لولا احنا نعتب عليه لانه يدور واحد ايراني، هو اللي قتل الاف في الشوارع ولحد الان عنده سجون سريه ما حيدري بها. والله يسلمكم. نعم شكرا شكرا لك قاسم. عندي اتصال من داخل احد سجون العراق. محمد حياك الله يا محمد. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ عليكم السلام تفضل اخوي. حبيبي احنا سجناء. نعم.
اوكي مدانين اوكي عندنا ذنوب اوكي بس ابنانا بنت عدن عاني من عدم وجود الرحمه عدم وجود الانسانيه اكلنا مو زين لبسنا مو زين وضعيه كلش يعني يا اخي اطوا قوانين اطوا قانونين عفوا ما سلمنا قوانين مفرغه من محتواها القانوني يعني ال 16 ما فادنا هذا العرض الخاص اللي عنده فلوس يقدر يطلع اللي ما عنده فلوس ما يقدر يطلع يا ابن عمي والله العظيم القانون قانون العفو العام ضروره اجتماعيه وللعداله الاجتماعيه ومن ضمن الدستور اللي قررته الدوله العراقيه انه لازم يكون عفو كل اربع سنوات كل خمس سنوات على عين وعلى راسي احنا مذنبين ما يخالف بس اكو ابرياء اقسم بالقران اقسم بالقران اكو ابرياء والله العظيم والله العظيم ما عندهم شيء وانا قاعد احكي وياه كان رجال قانوني أسمى جت لي تهمة ما أدري لا على البال ولا على الخاطر مو عدلك إحنا مذنبين إحنا مذنبين بس غير الدولة السامح أنت إذا تريد من عندي محمد بس حتى أفتهم الموضوع صح أنت قلت لي إنه أنت رجل قانون صح أي أنا قانوني وقلت لي إنه جتك تهمة لا على البال ولا على الخاطر لا على البال ولا على الخاطر يعني أنت ما مسويها شلون أنت مذنب موضوع اسمه يحلف بالقرآن يمين أيه فمن يحلف بالقرآن حتى قلت لها بس يا القاضي ترى هي شو الموضوع أكو أدلة وأكو هواي أمور للام وأكو يمين زين هذا اليمين أنه على عين وعلى رأس القرآن إحنا مسلمين بس القرآن غير لازم اللي يحلف فيه غير يحلف فيه بالحق أو مو بالحق نعم أي لكن يعني حسب ما افتهمت منك هسه القاضي اللي نظر بقضيتك ما نظر الى الادله والبراهين اللي كانت موجوده في قضيتك ونظر الى يمين دون التحقق عزيزي علي سدوا اروح لك اني ما عندنا قاضي ينظر للادله نادر ينظر لليمين او انت وين عنده عرف ما عنده عرف شنو موضوعه كان كلك معاناتنا والله العظيم منتهين بالقرآن منتهين حالفه يعني المريض نتوسل بس نريد نطلع يا أبا مريض أنا مريض زين أخويا محمد بس إذا أريد أسأل ال ال التعامل اللي دا يصير داخل السجن من قبل إدارة السجن أو السجانين ممكن تشرح لي أو أكو ابتزاز ماكو ابتزاز ذويكم أو أهاليتكم إيش يعانون أيضا نعم والله يا اهلي انا صار لي سنتين ما عندي مواجهه سنتين ماكو مواجهه نعم ما عندي مواجهه او ابتزاز تعامل تعبان منتهي الحانوت اللي وصلنا سكه الجقاير ب 5000 دينار الحانوت اللي وصلنا السعر فوق شنو الموضوع منتهي نحن عمي زين اذا انت حضرتك سنتين بدون مواجهه شلون بدها تجيك يعني موارد كفلوس كملابس ك ما عندي فلوس ملابس ما عندي لا فلوس ولا ملابس زين شلون تدبر حالك جوا؟ تدبر اكو جماعه وياه يطوني نعم وصلت بيناتنا واحد يطوني الثاني ارجوك فدوى اروح لك وصل صوتنا وصل نريد احنا نريد عفو نريد عفو يا معودين وصل يعني وصل يسمعوك اي ما يخالف من سنين ترى تعبانين والله العظيم تعبانين بالقران تعبانين الله يعينكم من هذا المنبر اطالب السيد مصطفى الكاظم رئيس الوزراء والسيد محمد الحلبوسي يا اخي احنا ولدكم رحمه لوالديكم احنا ولدكم ضروا الحالنا يا اخي قرونا العفو خلينا نطلع نتنفس متنا والله متنا القران متنا يعني اني لو ما ما شنو موضوع مو طبيعي يا ابوي وضعيه كلش تعبانه اروح لك وصل صوتنا فدوى اروح لك وصل صوتنا انتهينا ترى يعني وصلت عندنا الحاله النفسيه ترى تنتهي انتهت الحاله النفسيه نعم الحاله النفسيه الوضعيه كلها تعبانه يا ابن عمي فدوى اروح لك يعني احنا اصلا شنو قناه الرافدين هي تختص بالسجون وتختص بالمعتقل يعني اول البارحه هاي النسوان اللي بدها تبكي ماكو غيره تهتز هاي المره تبكي نعم امرية تبكي ما تهتز الغيرة تقول له بس صدق كذب يا ابن عمي شو نسوي شنو لو يطلع لك واحد من القانونيين يقول لي السجون العراقية تخرج مجرمين ليش تخرج مجرمين لا عمي احنا عشاير احنا سباح احنا خوذ للم احنا دافعنا العراق احنا نحب العراق
ولو نموت لو نموت هنا ما نطلع من العراق، من العراق كنا نحب العراق. اوكي حياك الله، حياك وعلى راسي يعني. حياك وعلى راسي، وكلمتك هاي بحدها كافيه. مشكور مشكور اخويا محمد. ابو عبد من الموصل، حياك الله يا ابو عبد. ابو عبد يبدو انه انقطع الاتصال ويا ابو عبد. داود من داخل سجن سوسة، حياك الله يا داود. داود تسمعني؟ داود يبدو انه انقطع الاتصال ويا الاخ داود. نتمنى انه يقدر يحصلنا مره ثانيه حتى نقدر نسمع الجدي يصير وياهم جوا. داود من سجن سوسة رجع مرة ثانية، حياك الله يا داود. شلونك يا عزيز؟ شلون صحتك؟ عافيتك. هلا بيك اخويا، تفضل. يا اخوي احنا نعاني من المشتكى لله، نعاني من المحاميين، نعاني من الدوائر الحكومية، نعاني من الاوراق اللي حتروح على العامة وتحصى بيها. يعني هذا مو حالة الموت مرة مالتنا فلوس، ايش تقضي بفلوس؟ يعني بطل زياد يحسب لنا اياه ب 4000 دينار. كلو وتمت كلو وتمت ب 4000 دينار. يا اخي الحانوا ذهبنا نهيبه، والله العظيم ما عدنا اهاليتنا يعني دا يشحدون اللقمه شحاده ويجيبوا لنا اياها. نعم. يا اخوي والله العظيم ما يصير هيك، يعني بخت الله وبختكم، نطلب من مصطفى الكاظمي، نطلب من نور المالكي، نطلب من القنوات الفضائيه وقناتكم الفضيله، فتشي بين الله تضرون بالعفو العام. يا اخي انا ست رافعين اسمي بالعفو الخاص لحد الان كل شيء ماكو. نسال القانونيه يقولون اسمك مرفوع على العفو الخاص في رئاسه الجمهوريه، يريدون مني 50 ورقه. يا اخي والله ما عندي 50 ورقه. يا اخي والله ماكو شيء. يعني احنا نعاني معاناه يعني الله اكبر بالسجن، يعني وين حقوق الانسان؟ وين اللجان؟ وين لجنه العفو الدولي؟ وفوق هذا الامراض، الأقراص النارية، الجرب، الأشكال. أخوي أشكال والله، تعال شوف السجون وين حقوق الإنسان؟ وينه؟ وين أرشد الصالحي؟ وينه؟ نعم يا أخوي، رحمة على والديك. وصل صوت ما صوت انشروه على الفيسبوك، على تويتر، على قناتكم المفضلة. والله ملينا، والله حتى يعني بزعنا يا أخوي، والله ما هذا ما عمل. شنو احنا نسوي؟ شنو من ذنب نسوي؟ اغلب العالم دعاويها كيديه من وراء المخبر السري وما مخبر السري. ما يصير هيك شيء. يعني احنا راح نعوف البلد، راح نهجي نعوف هذا البلد. احنا بعد ما نريد العراق، احنا متنازلين عنه بس يطلقون سراحنا. خالد استفاد به الاحزاب وغير الاحزاب، عمار الحكيم ما عمار الحكيم، كل من الذي استفاد من الاحزاب خالد استفاد منه. نعم. احنا الاعجاب هو العراق، صار بالاعجاب انتهت. احنا موقعنا هنا انتهى، احنا بعد ما ظلنا اي شيء بالعراق. خلي ياخذوه يستفادون منه ايران وربع ايران، خلي كل من يريد ياخذوه خلي ياخذوه. نعم. بس طلعونا اطلقوا صراحنا. ولادنا عجل مشوارات في حميه. ليش هيجي؟ اطفالنا الشمس تضرب بيهم على 1000 دينار يبيعون ميه ب 1000 دينار. نعم والحمد لله. أخ داود، الوضع داخل سجن سوسة، التعامل وياكم، الأكل، الشرب، الصحة، الدواء. أخي الأكل موشي، طبابة موشي، يعني حالة يرتى إليها. الله أكبر الله أكبر، حالة يرتى إليها. طيب أنتوا بالقاعة الواحدة كم واحد موجود بداخل سجن سوسة؟ اكو اخي اكو ناس فوق ناس، اكو ناس قاعات زينه، اكو ناس اخي كلها بفلوس، كلها شكو بقايا بفلوس. شو تريد بفلوس؟ اكو يعني 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 بفلوس. المسجون اليوم بالعراق اذا يريد يرتاح وينام على فراش يدفع فلوس، واذا ما عنده يحطوه. طبعا. اها تمام. والله يحطوا بنجس بكال، والله العظيم بنجس بكال. التليفونات يبيعون اياهن، يرجعون بنفس الدقيقه ياخذوهم منا. ها يرجعون يقولون ها والله احنا اكتشفنا عندكم. يا اخي انت بعدنا اياه التليفون الواحد حقه مليونين، التليفون ب 10000 برا حقه مليونين داخل السجن. نعم. وعندهم هذني الكابينات يطلعوك يقول لك هذا رقم تليفوني حول لي كاب. نعم. ايه يا اخوي. نعم.
وصلت. والله العظيم يعني انظروا بينا يا اخوي، انظروا بينا وصلوا صوتنا، الله يخليكم، ما لنا غير الله وانتم. وصل ان شاء الله. الله يرحم والديك، ممنون منك. والديك الرحمة. ومن قناة الفضاء الرافدين ان شاء الله. وصل اخوي العزيز، واشكرك، اشكرك اخوي. شكرا داود. ابو سعد من جرف الصخر، حياك الله يا ابو سعد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ العزيز؟ نحمد الله على كل شيء. الله يديم خير. الله يسلمك يا رب، تفضل اخوي. والله احنا عندي، انا عندي اخوي ولد اثنين جايب على الشاشه، بس ما نعرف مصيره وين، شو جايب على الشاشه مال التلفزيون، ولده ماكو، بس هو شوفه بس ما اعرف فيه وين، ما اعرف فين ندل باي مكان ما ندل. نعم. ويا شوف ما انا جاي اطلع بين المعتقلين مع المشكلة أخوي العزيز، يعني هي الفيديوهات هواية، يعني فما راح أقدر أقول لك هاي وين موجودة أصلاً. هو يا ابن عمي جاي شوف، يعني شوف قدام عيني، بس ما يقول لي قصيرة وعين بصيرة، ما أعرف وين، ما أعرف. أخذ الصورة ودزلنا إياها، إن شاء الله نقدر نساعدك أخوي. شلون يعني طريقة، شلون طلع حمد الله معك. على ما يدزلكم على الخط، دزها على رقم الواتساب او رقم انت ترى. الله يجزيك، الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. والله قلت لك هذا صار 7 سنوات من نخذهم، ما نعرف مصيرهم وين، ما ادري. نعم. هم من ضمن 400 واحد من جرف الصخر. نعم نعم نعم. والله يسهل الله الفرج ان شاء الله. واحنا تعرف النازحين على جرف الصخر يعني حالة غير حالة. نعم أخوي نعم. والله يجزيك خير جدا. حياك حياك، شكرا لك أبو سعد. أم كرم من الموصل، حياك الله يا أم كرم. هلا بيك. هلا بيك يما. هلا بيك يما، تفضلي. أنا عندي معتقل. نعم. صار له اليوم 4 سنين. نعم. من يوم 4/4/2017. نعم. كل شيء ما أعرف عنه، ألو حاسبات يقولوا لي ما موجود. يطلع سجين يقول لي ابنك موجود، اروح اليوم ادب حاسبات يقولوا لي مو موجود. نعم. وادور له ما في. يقولوا لك زين، انت قلتي ام كرم، قلتي لي يطلع سجين يقولوا لي ابنك موجود، وين يقولوا لك موجود؟ قال لي موجود بتلكيف، ورحنا على تلكيف وقضبنا محامي. بس ام كرم اذا امكن، اذا امكن نصل لصوت التلفزيون حتى اسمعك اوضح. يقولوا لك موجود بسجن تلكيف؟ ايه. ونروح عليهم طب المحامي، طب المحامي يقولون ابنك مو موجود. نعم. واليوم انا لي 4 سنين ما اعرف عنه كل شيء، ميت لو طيب. نعم. نقضب محامي ندور يقولون لنا ماكو، يطلع السجين يقول موجود. نعم. كل شيء ما كان من الحكومه العراقيه، ودوروا من عندنا انتخابات، احنا ما ننتخب. نعم. إذا ولدنا ما ننتخبهم وين؟ ننتخب يا ننتخب يا مليشيات يا حكومة يا فساد. نعم. وأكو صورة بالتلفزيون تطلع، أسود أطلع أنت بالتلفزيون. إيه. أشوف ابني وياهم. شو وقت طلعت الصورة أمي؟ يومية تطلع على التلفزيون منشورة من سجن سهل نينوى بشهر الرابع منشورة. معتقلين شياب قاعدين شباب. زين اشوف ابني قاعد وياهم. زين ما اخذتي هاي الصوره مثلا ورحتي على هذا السجن وقلتي لهم هذا ابني؟ اخذت الصوره وياي، ما يخلوني، ما يعطون مجال، يغلطون علينا، يشترون علينا، مو خوشوات بحيثك. نعم. موجوده هسه الصوره عندي على الموبايل. ابعثي لنا اياها يوم. على يا رقم معكم اياه. ابعثيها على رقم انت ترى هسه اللي طالع على الشاشه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوم ان شاء الله. شكرا. ممنون حياتي. شكرا شكرا لك. شكرا. هلو. ناصر هلو. من بغداد، حياك الله يا ناصر. مرحبا استاذ. مرحبا اخوي العزيز. استاذ الموضوع، موضوع المغيبين اللي تفضلت فيه. نعم. هذا موضوع عايد للاجهزه الامنيه، مفروض وزاره الداخليه وجهاز الامن الوطني يعرفون اي شخص، مو نفوسهم اكثر من 1,000,000 وكذا. زين هذا اكو بيهم متزوجين مثلا،
زين شهادة الوفاة شلون، أطفاله مصيرهم شلون. فأكو تقصير في الحكومة متعمد، تقصير متعمد، لأن هم أغلبهم ذولا، أغلبهم ذولا خلينا نقول عليهم أخواننا أبناء العامة، أغلبهم سنة أخي، هم يقتطفون، هم ما يقتطفون في الجنوب، يقتطفون أبناء السنة. فإحنا نريد لجنة قانونية، لجنة قانونية حكم شرعي إنه هذا المقتطف شنو أسبابه، برغبة لو نزوة لو يعني سار. فإحنا المقتطفين يثرون علينا والله العظيم، والله العظيم أنا أتأثر عليهم، لأن ولد إذا غاب عن أمه 40 يوم شو يصير فيها؟ نعم. فكيف إنه يغيبوه قصريا ويجلدوه يدخلون أماكن التعذيب؟ كان مطارد مثلنا بال 2014-15 أنا معينة يعذبون التعذيب أصواتهم باللي تنسمع، يعني مو عبالك يأخذوهم إنه يقعدوهم من التحر. أي نعم نعم. لا لا يأخذوهم للعقوبة. احنا نريد اللجنة القانونية، اذا مجلس النواب او لجنة قانونية حكومية حقوق هاي الاشخاص، لان اكو يوم الزوجين حقوق الفرش ما تتزوج ولا الطفل مصر ابو سيد لو مو مسألة مغيرين. نعم. اما الاقتراح مع القدر يدور على هذا الشخص، اول شيء هذا يعتبر قانونيا تدخل بشؤون داخلية، سابق يسعرها شغلة، ولا هو مو تنفيذي الرجل سيد تدخل من شو دخله. بس احنا شلنا شغله بهذا الرجل؟ انت من الافضل ان تدبر عن ابن بلدك، ابن بلدك. نعم. ابن نعم. بلدك هذا امانه دينيه، مو انت رجل معاهد، امانه دينيه هذا برقبتك، مفروض يدور على ابن بلدك، يدور على رجل غريب ما حد يعرفه، هذا اولى بي بلده يدور عليه، ما اعرف انه هذا الشخص تحس فيه المسيئه ان ندور عليه على شنو؟ نعم. يريد السيد هالوسع، هلوسة إعلامية ترى، يريد هلوسة إعلامية يدور على واحد ملعب أو كيف ملعب. ما أنا هذول المغيبين خطية، والله خطية، يجلدوهم جلد ما صاير. أنا شفت الحالة بمطار المثنى 15-15 يجلدوهم يعذبوهم. نعم. يعني على شنو هم مختصين؟ إحنا العيب وين عندنا أستاذ رفل؟ اللجنة القضائية المفروض تشكل لجنة حتى تدخل بها علماء الدين. نعم 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 حتى حقوقهم. اعتذر منك اخ ناصر، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا، بس الوقت راح يدركني، اريد اقرا الواتسابات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونك اخويا افل؟ ابويا نقيب، خلال شهر واحد انحكم اعدام، نقلوا على الناصريه، الله بعظمته ما يقبل، احنا نطلب بالعفو العام، الله يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم، انا اخوكم من بغداد، زوجي واولادي من 2017 مغيبين من تحرير الموصل، وين ما نروح ما ينطون الصدق، اولادي قاصرين بعدهم صغار وزوجي مريض، نريد نعرف ولدنا وين، ليش ما يطون الصدق؟ والله ملينا واحنا ندور وندق حاسبات وما يطون الصدق، حسبي الله ونعم الوكيل، نطالب بالعفو العام. السلام عليكم استاذ افلان، انا ام علي من بغداد، ما عندنا غير بس هاي القناه الشريفه اللي تنقل صوتنا عن العفو العام وعن ولدنا اللي بالسجون نايمه، ما عندنا غير الله وانتم، انقذوا ولدنا من السجون ومن الجوع ومن التعذيب. رساله اخرى تقول شنو اخبار العفو العام؟ والله لحد الان ماكو شيء. رساله ثانيه تقول مطلبنا العفو العام. رسالة ثالثة تقول نحن نطالب بالعفو العام. ورسالة أخرى تقول السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. العراق في محيط من المشاكل ابتداء من قلة خدمات، يفتقر للأمن والقضاء، والعراق بدون إدارة ويتحمل المسؤولية شيوخ الدينار اللي يتخلون عن واجهاتهم الأخلاقية التي تقع على عاتقهم، واليوم يتحتم على الشعب النهوض وإنقاذ العراق من هذه المحنة قرن 21. قبل ما أختم على السريع، أحلى شيء لما تطلع لك واحدة جميلي نائبة بالبرلمان وشو تقول لك؟ تقول لك هناك الآلاف من المغيبين قصرا من قبل جهات سياسية وأخرى مسلحة بسبب أنه ذولا تريد تخلص من عندهم. فإذا نائب هيك يقول فلازم نحقق شلون قالت هاي النائبة ومنين عرفت السياسيين هم اللي يختطفون. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في أمان الله.